مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في وعدتشتكم الجودة اللي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تي في. نبدأ نشرتنا الجودة بالصورة اللي اخترناها لكم من نهار الجمعة، حبكم لإحدى الشواطئ الجميلة المتواجدة ببلادنا، شاطئ ميرامار المتواجد بسكيكدا. بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام، إذا حسب مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر راح تستمر في الموعد، درجة حرارة قياسية على أغلبية الولايات، وهذه موجة الحر إن شاء الله مرفوقة بكتل هوائية جد ساخنة راح تستمر طيلة هذا الشهر شهر جويليا إن شاء الله. إذا نشوف الوضعية المرتقبة إن شاء الله لنهار اليوم الثلاثاء بعد السحب الكثيفة نوعا ما على الولايات الساحلية الوسطى، لكن احتاج تدريجيا إن شاء الله بعد الظهيرة ليعم الصفا. كذلك إذا كتلة هواء ساخنة راح تبقى كما سبق وذكرت متمركزة على أغلبية الولايات مرفوقة بأمطار، أمطار راح تكون في الموعد على الجلفة الغواط تيارت، كذلك زوابع رملية نشطة. إذا الحيطة حذر على بشار غردية زلفنا على أدرار على تامنراست على وسط الصحراء على إليزي على جنت وأقصى الجنوب، سرعة الرياح تروح من 50 تلحق حتى 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجة الحرارة، درجة حرارة عالية الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، لأن درجة حرارة تبقى قياسية على أغلبية الولايات، نسجلوا مقياس 46 درجة مئوية على الجزائر على بومرداس على تيبازا على زيرالدا، كذلك 44 درجة مئوية على قسنطينة على أم البواقي، 40 درجة مئوية على طيف باتنا خنشلة أريس عينزل عين أرنت ورأس الواد، كذلك 47 إذا درجة مئوية بوسط الصحراء عين صالح، 42 درجة مئوية بأقصى الجنوب عين قزام عين أزوا وأبليسا. إذا الملاحة والصيد البحري، البحر إن شاء الله لنهار اليوم هادئ جميل على طول الشريط الساحلي خاصة بعد الظهيرة على أغلبية السواحل الشرقية الوسطى الغربية اتجاهات الرياح، إذا على السواحل الشرقية إن شاء الله تكون شمالية تماما، تعود ترجع الشرقية تماما على سواحل العوانه الجيجل الى جنوبيه على سواحل الغربيه سواحل مرسى بن مهدي، ترجع شماليه تماما وهذا على سواحل الوسطى سواحل تنس دلس. مشاهدينا الكرام لهنا حقنا ختام نشرتكم الجويه لنهار اليوم الثلاثاء، اذا الشروق ان شاء الله على الساعه 5:38 دقيقه، اما الغروب على الساعه 8:09 مساء. ما بقى لي غير نقول لكم بقيه متابعه شيقه مع بقيه برامجنا على قناتكم قناه الوطنيه تي في، بقاو على خير، تهلاو فرحتكم.